تصورها للأدب فيلم. فالفكر المسيحي جاء من أجل أن ينور العالم، لمحبة الإله ومحبة الطريق ومحبة الإنسان البعيد. وكذلك الإمام الحسين أرى أنه كانت له دعوة وأنه ضحى في سبيل هذه الدعوة، ومنها أن يكون هو لنصرة الحق الذي آمن به وضحى في سبيل هذا الحق لإعلاء شأن العدالة بين البشر. نعم سألكم، ذكرتم أن الإمام الحسين دعوة. هنا قال الإمام الحسين لم أخرج عشان ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن إنما خرجت لأطلب الإصلاح في أمة جديد. هذا الإصلاح هل تجده قرارا ما بين الديانة المسيحية والإسلامية؟ ليس فقط في الديانة المسيحية والإسلامية، بس في كل الديانات وفي كل الدعوات. مثلا من المصلحين الكونفوشيوس في الصين، وإن هؤلاء ليس ديانات سماوية لكن هم